أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: بناء على أن الكافر يقتص له من المؤمن، هل غيبة المؤمن للكافر تعد ظلما له؟ وما حكمها في حقهم؟ الغيبة لا تجوز لا في حق المؤمن ولا الكافر ولا الفاسق إلا إذا ترتب عليها مصلحة راجحة، إذا ترتب عليها مصلحة راجحة فتجوز الغيبة لأجل المصلحة الراجحة، أما مجرد تفكه في أعراض الناس هذا لا يجوز. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.